السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين شات جي بي تي وتقعد تكتب له والحاجات دي كلها. دلوقتي معانا تولز جميلة جدا بتضاف للمتصفح وتخليك تتكلم معاه. يعني الموضوع بسيط خالص، ان الصوت بيتحول لتكست وكذلك التكست اللي بيتكتب على شات جي بي تي يتحول لصوت. على فكرة انت ممكن تقول لشات جي بي تي اكتب لي ديت، فيكتب لك البرمجة فتاخدها فتعمل اداة زي جوجل كروم كده، تعمل اداة تضاف لجوجل كروم اكستنشن وتبقى عندك حاجة بالشكل دوت. يعني انا لو عايز اعمل التطبيق دلوقتي ممكن تروح للشات جي بي تي وتخليه يكتب لك هو الكود وهكذا. تعال نشوف الفكرة اهو. Hello Clement. It's nice to meet you. How can I assist you today? Could you please tell me a joke? بيقول له قول لي نكتة. Sure. Here's a joke for you. Why did the الصوت بتاعي يتحول للكلام والكلام بتاع شات جي بي تي يتحول لصوت، فاصبح كان الكتاب دي مش موجوده خالص وصوت لصوت. تمام، انا بتكلم وهو بيرد عليا صوت لصوت كان ما فيش اي كتاب خالص. وفي شويه اعدادات بقى عشان تظبط بقى اللغه، تظبط السرعه، تظبط الحاجات دي موجوده في الاداه دي. الاداه دي مجرد بس هتقول له اد تو كروم وهتبدا بقى تبقى موجوده عندك هنا. اتمنى تعجبكم الفكره، لذيذه وظريفه ان انت بدل ما تقعد تكتب ممكن تقعد تسترخي كده وتقول له طب قول لي نكته، طب لخص لي تاريخ الاندلس، طب لخص لي درس جغرافيا، يبدا ان هو يلخص لك اي حاجه انت عايزها. وممكن تعتبره زي معالج نفسي مثلا، تساله بعض الاسئله هو يبدا ان هو يتجاوب معاك. انا هسيب لكم الرابط، بس فرض ان الرابط ما اشتغلش لاي سبب من الاسباب، اعمل سيرش على توك تو شات جي بي تي.